نتكلم عن كأس العالم. ايوه شايف كأس العالم من وجهة نظرك فيها نسخة 2022 من البداية لحد دلوقتي كده conclusion لكأس العالم؟ عظيم، اقل ما يقال عنها عظيم طبعا. حقيقي. يعني قطر خسرت بكأس العالم، ما كسبتش مع احترامي الشديد. ليه؟ قطر صرفت كمية مصاريف كبيرة جدا جدا مقابل الانكم اللي جاي ايه، فهتلاقيه بسيط، لكن هي ربما يكون في بعض الجوانب الاخرى، لكن كبطولة عظيمة عظيمة، اعظم بطولة اتعملت. لكن انت تخيلي ان البطولة دي دخلت تكلفتها، انا ما اقصدش الجزء المادي، لكن انا بقول يعني هي قد ايه كانت حريصة ان هي تطلع صورتنا بشكل عام كعرب، ان هي تبقى عظيمة جدا. 200 يعني بالناس بتتكلم في 200 مليون دولار، اوكي، فدي ارقام كبيرة جدا جدا جدا. يعني اعتقد انه إن البطولة طلعت بالشكل العظيم اللي احنا منتظرينه في كل حاجة. هل سمعتي مشكلة مثلا حصلت؟ حتى بعض الحاجات اللي فرضيتها برضو ما حصلتش مشكلة وطلعتنا بشكل عظيم جدا، لانه في بعض الناس ما كانتش عايزيننا نطلع بشكل عظيم، بس ليس لك. ده حقيقي فنيا احنا يعني بالنسبة للجزئية الفنية، والله اعتقد انه مستويات دائما هي بطولة المفاجأة، او يعني تحديدا البطولة دي هي بطولة المفاجآت. كل شوية تلاقي حاجات غريبة بتطلع والناس مرشحة بتخرج، يعني فعلا صعب جدا، لدرجه انه في بعض الناس كانت طلبت مني ان انا اعمل توقعات. صعب، مستحيل، كان زمان الواحد فضح، يعني مفيش توقعات، مستحيل، مفيش صعب توقعات صعب. واحده مشيت كل طبعا.